متابعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم. بحمد الله هطلت كميات ممتازة من الأمطار في مناطق مختلفة المملكة إثر تأثر المملكة بهذه الأحوال الجوية غير المستقرة. محاور النشرة الجوية الرئيسية لهذا اليوم سنتحدث سريعا في متابعة حية للأحوال الجوية السائدة في المملكة. أيضا الأمر الآخر سنتطرق به إلى الاستقرار المتوقع على الأجواء بدءا من نهار يوم الأحد بمشيئة الله تعالى. نبدأ دائما نشرتنا في متابعة الأحوال الجوية الحالية، ونبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية والتي أشارت إلى تدفق كميات كبيرة من السحب نهار هذا اليوم وعبرت سماء المملكة، كانت مرافقة لهذه الأحوال الجوية غير المستقرة. جلبت أمطار ممتازة إلى مناطق مختلفة من المملكة، كان جزء منها أمطار رعدية، وأيضا كان هناك تساقط لزخات من البرد، وكان بعض المناطق تشكلت بها السيول إثر غزارة هذه الأمطار. المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة تعرضت إلى موجات غبارية كثيفة أدت إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتحديدا في المناطق الحدودية المتاخمة مع المملكة العربية السعودية. تلك المناطق تعرضت لرياح قوية جدا في خلال ساعات ظهر اليوم، وجلبت عواصف رملية وترابية شديدة في مناطق، ووصلت بعض الفيديوهات من مناطق مثل الرويشد والأزرق، وكانت فيها الرؤية الأفقية معدومة تماما. هطلت الأمطار أيضا في مناطق كما ذكرنا مختلفة، وكان كميات الأمطار جيدة، بعض وصلت في بعض المناطق إلى 15 و20 مليمتر في نطاقات جغرافية معينة، وشملت الأمطار أيضا كما ذكرنا حتى مناطق الأغوار الشمالية البحر الميت، إضافة إلى أيضا مناطق وادي عربة والأغوار الجنوبية. كما تعرضت بعض مرتفعات الشراء إلى تساقطات كثيفة من المرد، تراكمت بها هذه الزخات البردية، وأيضا للمرة ربما السابعة ارتدت بعض تلك مناطق الحلة البيضاء نتيجة لهذه الزخات البردية. كذلك الأمر في مدينة الزرقاء، تعرضت لتساقطات بردية نهار هذا اليوم وتراكمت بها في تلك المناطق. ننتقل معكم إلى توقعات الأحوال الجوية المتوقعة سواء هذه الليلة ونهار يوم غدا. نبدأها طبعا بتوقعات للمحاكاة الحاسوبية للأمطار. كما نلاحظ أيضا مساء هذا اليوم ما زالت بعض المناطق الشمالية وبعض المناطق الوسطى تتعرض وتستمر بالتعرض لزخات مطرية متفاوتة ما بين الحين والآخر في تأثير لبقايا هذه الأحوال الجوية غير مستقرة. بعض أيضا التساقطات المطرية متوقعة في المناطق الشرقية من المملكة، والتي ربما تكون على شكل عواصف رعدية خاصة في المناطق الشرقية بمنطقتي الصفاوي وأرويشد. بالنسبة للأحوال الجوية المتوقعة صبيحة يوم السبت، كما نلاحظ تبقى الفرصة مهيئة للأمطار في المناطق الشمالية المناطق الوسطى، لسيما كلما اتجهنا غربا باتجاه المناطق الغربية. بعض المناطق الجنوبية سيما منطقة الكرك ربما تتعرض لبعض الزخات المطرية في ساعات فجر والليلة القادمة، وتبقى الفرصة أيضا متاحة لهذه الأمطار. كذلك الأمر هو في المنطقة الشرقية من المملكة، تبقى الفرصة مع ساعات الفجر خاصة على مناطق الحدود العراقية الأردنية، هناك فرصة جيدة للأمطار. نهار يوم الغد تبدأ هذه الأمطار بالتراجع لكنه التدريجي، تكون الفرصة مهيئة في المنطقة الشمالية لبعض الأمطار، بعض المناطق الوسطى وأجزاء محدودة من الجبال الجنوبية تكون الفرصة مهيئة فيها لبعض الأمطار المحلية، محلية الطابع خفيفة وسريعة بنفس التوقيت. ولكن كما نلاحظ مع دخولنا في ساعات المساء تختفي الأمطار من نماذج المحاكاة الحاسوبية، ويستقر الطقس ويبدأ استقرار جديد على الأحوال الجوية المتوقعة المملكة بمشيئة الله تعالى اعتبارا من ساعات مساء يوم السبت، ويستمر لعدة أيام. بالانتقال إلى توقعات الأحوال الجوية بتفصيل أكثر، هذه الليلة العاصمة عمان أجواء باردة، يعود الشتاء كأنه من أول وجديد، وتصبح الأجواء باردة ضبابية، هناك فرصة للأمطار ما بين الحين والآخر. سيكون هناك تدني كبير لمدى الرؤية الأفقية في بعض المرتفعات الجبلية نتيجة هذا الضباب. درجة الحرارة الصغرى 9 درجات، بالرغم من الأمطار والضباب إلا أن درجات حرارة غير متدنية بشكل كبير، وتكون تقريبا الرطوبة النسبية مرتفعة بشكل واضح 99%. لكن بالرغم من ارتفاع درجة حرارة كموازين 9 درجات، إلا أن درجة حرارة المحسوسة أو الملموسة تكون حوالي 5 درجات مئوية، وتبقى الفرصة مهيئة لهطول الأمطار بمشيئة الله تعالى خلال ساعات هذه الليلة وكما ذكرنا نهار يوم الغد. هناك طبعا تنبيه يعني من ضباب، بالتالي الانتباه أثناء المسير على الطرقات في بعض المناطق نتيجة تدني مدى الرؤية الأفقية بمشيئة الله تعالى. بالانتقال لتوقعات والأحوال الجوية خلال 3 أيام المقبلة، إذا كما تحدثنا يوم السبت تبقى الفرصة مهيئة لبعض الأمطار، درجة 14 درجة مئوية، تكون الأجواء في ساعات الليل باردة نسبيا 8 درجات، مع فرصة لتشكل الضباب أيضا مرة أخرى
في ساعات الليل السبت على الأحد في بعض المناطق، إلا أن فرصة الأمطار تضعف بشكل كبير جدا اعتبارا من ساعات مساء يوم السبت. يوم الأحد أجواء مشمسة، درجة حرارة 19 درجة مئوية خلال ساعات النهار، يستقر الطقس، يقترب ليصبح أكثر منه ربيع من أنه شتوي، 13 درجة مئوية في ساعات الليل. كما نلاحظ يوم الاثنين 21 درجة مئوية الأجواء ودرجة حرارة في العاصمة، مع ظهور بعض السحب المتوسطة والعالية ودرجة حرارة 13 درجة مئوية في ساعات الليل. هذا الأسبوع إذن أجواء ستبدأ مستقرة. تابعونا غدا، هناك نشرة جوية أسبوعية نتحدث فيها عن الأحوال الجوية المتوقعة خلال هذا الأسبوع في نشرتنا الأسبوعية، كذلك سنتحدث عن حالة جوية متوقعة نهاية الأسبوع المقبل. قبل الختام أعود وأذكر بضرورة الانتباه أثناء المسير على الطرقات بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، وكانت الحمد لله أمطار خير وبركة أثرت بها المملكة خلال 24 ساعة الماضية. أتمنى لكم جميعا ليلة سعيدة إنما كنتم، إلى اللقاء.